فريق هذه بسم الله عندي هذه الصفه هذه وكناخذوا الماء وكناخذوا بشويه هو مشروب طبيعي ومفيد وله فوائد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أحبابنا الكرام إخواننا أخواتنا داخل المغرب وخارج المغرب، معنا في مطبخ الأعشاب. اليوم نعطيكم مشروب أو عصير عرق سوس. هذا المشروب المفيد والجيد له مزايا كثيرة نذكر بعضا منها، نستخدمه في تراكيب في الوصفات العلاجية. الفوائد ديالو هذا عرق سوس، هذا المشروب الجيد، كثير من الناس استغنوا عنه. هذا عرق سوس هو مفيد لألم الكلى وجيد للجهاز الهضمي للإمساك، لمن يعاني من الإمساك فهو مفيد، ويدخل في الوصفات حرقة المعدة، التهاب المعدة، وكذلك جيد، يعطي الطاقة، منعش، يعطي الطاقة للبدن لأنه ولذيذ وحلو، ولفقر الدم كذلك الشباب أو الأطفال أو من نساء لكي يعاني من فقر الدم، ويقوي المناعة، وجيد للقولون كذلك، وخاصة على جهاز التنفسي فهو كما قلت فهو جيد للجهاز التنفسي، الربو وأضيق التنفس، مفيد ومفيد للرجال للخصوبة، يقوي خصوبة الرجل، مقوي لما ياخذوش هما الناس اللي كيعانيو من الضغط الدموي، اللي عندهم ضغط دموي مرتفع ما يستعملوش لأن كيرفع هو الضغط الدموي. أما هو جيد هذا المشروب إن شاء الله، إن شاء الله سنمشي إن شاء الله ونعطيكم طريقة التحضير. ها هو مطحون وإن شاء الله نعطيكم طريقة التحضير، هي سهلة إن شاء الله، نمشي إلى طريقة بإذن الله. إن شاء الله كما قلت لكم إن شاء الله غادي نمشيو لطريقة التحضير. كناخذوا عرق سوس، إذا طبيعة الحال ياخذوه ونقيه وطحنوا، يا ما عند عطار ولا عندك الماكينة ديال الطحن، الآلة طحنوا كيولي هكذا ودر، ها هو غبرة. وخصو علاش أنا دابا وجدته هنايا باش نقول لكم، أنا كدير في كاس الماء كيما غندير لكم دابا هنا الطريقة، كاس الماء وكتخلطو هنا وكتخليه جوج سوايع، جوج سوايع كيبقى بهذه الطريقة باش كتكب عليه الماء باش كيطلق وكيندمج. هذه الطريقة إن شاء الله. عندنا كاس الماء، هو كاس الماء كنخوي على هذا الخليط، هو مطحون، وكنخوي بشوية بشوية وكنخلط. غندير هدية بسم الله، ها الطريقة هذه. بعد ما خلطنا بهذه الطريقة هذه كنخليو جوج سوايع، ولا كنبيتو إلا كان الإنسان مازربانش كتبيتو بالليل وتخليه حتى الصباح، منين كيبقى جوج سوايع كنمشيو الطريقة. هو هذا أنا نخليته هنا ثلاثة سوايع تقريبا، ها هو كيولي داكن هكا. دابا غادي نمشيو طريقة التحضير. بسم الله، كناخدو يا يعني الشاش والزيف كيما نقولو وكنديرو فيه وكنعقدو الخبار. الطريقة هذه بسم الله، أنا عندي هاد الصفايه هادي،
هي المصفات هذه كتصفي الرقيقه وكناخذوا الماء وكنخويو بشويه هذه الطريقة إن شاء الله. رأى هذا المشروب ممتاز للأطفال، رأى منعش ومقوي مفيد جهاز تنفسي. الأطفال اللي كيعانيو من الحساسية وجهاز تنفسي على خصوص رأى كيدخل في هذه الوصفات ديال جهاز تنفسي، راه ممتاز. اللي ما ياخذوش هما الناس اللي عندهم الضغط المرتفع، الضغط الدموي، لأنه كيرفع الضغط الدموي. أما هو جيد ومفيد ومنعش، إذا نديروه أطفال ويديروا هذا المشروب. المشروب ديالنا هو ما شاء الله شو ما شاء الله كيدير اللون ديالو هذا بدون اي اضافات. نخلينا نعاود نحركوه باش كي بدون محليات نشربو هكا طبيعي. ها هو المشروب ديالنا، إلا كان عاقد نزيدو نقدرو نزيدو شوية الماء وكيعطينا تقريبا هذا وكنديرو يبرد شوية وكناخدو إن شاء الله. مشروب طبيعي ومفيد وله فوائد على صحة الإنسان. هاد المشروبات الطبيعية اللي وعدتكم بها إن شاء الله، إن شاء الله سنستمر في مشروبات ديال الأعشاب الطبيعية وثمنها رخيص ان شاء الله يستعمل الانسان. انا قلت لكم طريقه التحضير كما حنا كنحطوه، ها هو كنخليوه واحد جوج سوايع بهذه الطريقه ملي كنقلبوا الكاس الماء ونخليوه ونحطوه حتى يطلق مزيان، يندمج يطلق معاه، وكنعصروه بهذه الطريقه هذه بدون اي ماء ساخن وكنتناولوه نعطيوه الاطفال ديالنا يشربوه، فهو منعش وجيد. ان شاء الله نتلاقاو في تسجيل اخر او وصفه اخرى باذن الله. ما تنساوش ان شاء الله تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باذن الله حتى يوصلكم كل جديد باذن الله. مازال ان شاء الله في الجوع ديالنا كثير الكثير الكثير ان شاء الله، حتى ان شاء الله يستافدوا جميع الناس اللي كيعانيوا من الامراض بسبب سوء التغذيه، بسوء التغذيه، بسوء التغذيه. انا كنقولها لان كل شيء كثرة الامراض هو انسان ما كيعرفش كيفاش يعيش، كيعرفش ياكل واش يشرب. اذا دابا كياخذ الامور المعلبات والمشروبات الغازيه وهذه المسائل كلها، فهي كتكون ضاره على الكلى وضاره على الجهاز الهضمي، وهنا كتولي المعاناه. فهذه المشروبات ان شاء الله يدخلها الانسان في ثقافته فراه جيده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.